هذا السوق الذي تم افتتاحه هو أحد النشاطات والفعاليات الخيرية التي تقام في محافظة طرطوس خلال شهر رمضان الكريم. محافظة طرطوس قدمت كافة التسهيلات لإقامة هذا السوق بهدف مساعدة المواطن في الحصول على المواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأسعار مقبولة. اليوم كما شاهدتم هناك شركات كثيرة مشاركة في هذا المعرض، وهناك متابعة يومية لهذا السوق، وإن شاء الله سوف تتحسن الأسعار في الأيام القادمة مع تقديم التجار لمبادرات وعروض جديدة إن شاء الله.